هذه البطولة مشاهدي أوربت. كرة عالية إلى رمية جانبية، دقيقتين، آخر دقيقة، 60 ثانية بين الهلال وبين البطولة. نقدر نقول ننتظر. النزهان يحاول والكرة لصالح الفريق الياباني تعود عكسية يابانية عرضية إلى اليابانيين مرة أخرى، محاولة للتسديد من بعيد يحصلها. حلو يا أبو حميد، الله يطمنك. جاهزين اليابانيين، ما شاء الله ما شاء الله. أبو حميد عيني عليك باردة. كرة للكاتو، ما بعد خذها، تسلل. يقول الحكم مساعد الحكم الصيني تسلل. فريق كبير شارك في 4 بطولات خلال الأشهر الأخيرة وحتى الآن يقترب من حصاد البطولة الثالثة. بيعطي الكاتو كرتو زعلان المدرب البريئي الياباني ستيف بيرمان. كرة لصالح، احسبوا معانا خلاص يا حكم، 7 ثواني، 6 5، صفر يا حكم يا صيني، 4 3 2، صفر يا صيني، صفر صفر إن شاء الله، صفر إن شاء الله. يصفر الصيني، يصفر الصيني، يصفر الصيني، يصفر الصيني. الله الله الله، ألف 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 مبروك يا الأزرق، ألف مبروك للكرة السعودية. سوبر للفريق السوبر، سوبر للفريق السوبر. ألف 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 مبروك للهلال وللكرة السعودية وللوطن وللعالم العربي، ومبروك لآسيا أيضا. هذا الفريق الرائع الممتع الكبير الأزرق والأبيض، ألف مبروك للموج الأزرق. فعلا حدثني عن المغنى بحب لناد عاش في أسمى المعالي. إذا التوفيق ابتسم يا أبو فهد، ابتسم، وابتسامة دائمة يا طويل العمر. والجميع إن شاء الله نقول مبروك للخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ولسمو النائب الثاني. مبروك يا أبو فهد، مبروك النواف بن فيصل. أيضا نقول مرة أخرى شكرا للجمهور الكبير اللي حضر هذا الملعب. نقول رحم الله صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن فهد الذي كانت له الأيادي والبيضاء والقاعدة الكبيرة بعد توفيق الله في بناء الرياضة السعودية وفي بناء الكرة السعودية. أيضا لا تستطيع أن تنسى الجهد الكبير اللي بذله مسير الهلال ومؤسسه وصاحب السمو الملكي رحمه الله أيضا الأمير عبد الله بن سعد وأعضاء الشرف الهلالي الذين أعطوا هذا الفريق صورة رائعة توجت الحقيقة ببطولة هلالية مستحقة لا غبار عليها. إذن الهلال بطلا لكأس السوبر، والسوبر للفريق السوبر. وما يصيد الجوازي كود بخصن وغازي، القنص بالركادة والتسرع جهالة. جنبي زميلي بركان يقول لي يا ناصر اهدى، معليش معليش وهي بركان. إذن نحمد الله ونسبحه ونشكره ونثني عليه. وقول ولا ما تقول، إذا أردت البطولات فللفريق الأفضل، الهلال هو الأفضل للوصول يا ناصر. ناصر، ولنقول دائما الحمد لله ونسبح الله ونحمده على طول. مشاهدي أوربت، طبعا هذه ليست أبيات شعر، سيتم الآن الاحتفال بتسليم فريق الهلال كأس البطولة. حصل نواف التمياط من الهلال على جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة. أعضاء الشرف الهلاليين يتقبلوا التهاني بهذه البطولة الكبيرة والغالية التي تضاف إلى الكم الهائل من البطولات التي أحرزها ذلك الفريق الكبير، ذلك الفريق القوي اللي مثل حقيقة الكرة السعودية. مبروك تأهلك لأسبانيا شيميزو الياباني كما هي طبعا الفرق الخاسرة. ابتسم ابتسم ودائما الابتسامة إن شاء الله. الفوز ليس فوزا للكرة السعودية. إلى الزميل حسين الشمري. اللعب النظيف وحصل عليه فريق نادي الهلال السعودي. أدري أدري بس محمد ما حد معطيه. هلا متري متري سا أنا هلا الميكروفون. حصل على كأس اللعب النظيف في هذه البطولة فريق نادي الهلال السعودي بعد ان جمع اكبر نقاط في المباراتين السابقتين. والان يتجه كابتن فريق نادي الهلال
شكرا للزملاء في الاستديو، ويسرنا ان نلتقي باللاعب عبد الله شريده. عبد الله الف الف مبروك كاس السوبر لاسيو. الله يبارك فيك، خليك تكلم. عبد الله سلامات، اصابتك تحدثنا عنها. والله ما اقدر الان اشخص، لازم تشخيص، بس الحمد لله يعني ان شاء الله انها بسيطه ان شاء الله. ما شاهدنا اليوم الهلال بالمستوى اللي لعب فيه في المباراه الماضيه، عبد الله ايش كان السبب؟ والله يمكن اطمئنان نتيجه الفوز اللي صار من اليابان، بس ان شاء الله ان الحمد لله دركنا الاهداف اللي جا علينا، والحمد لله ان نلعب ثلاث فرص، الحمد لله حصلنا التعادل، هذا اهم شيء ان شاء الله بالبطوله. عبد الله الف الف مبروك وسلامات من الاصابه ان شاء الله. سلمك مثل شاء الله، الله يعطيك العافيه. كان معنا عبد الله الشريده اللاعب الذي اصيب خلال المباراه. الان اعود بكم للزملاء في الاستديو. هذه المباراه بالسلام على صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد الله. شكرا للزميل حسين الشمري والزميل ناصر احمد، وبالطبع نشاهد هنا على الصوره صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، الرئيس العام لرعايه الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، يسلم احدى الكؤوس كانت لنواف طميات على ما اعتقد. ونواف طميات استلم الكأس، والهلال توج بطلا في كأس السوبر الأسيوية بعد تعادله في مباراة الإياب أمام فريق شيميزو الياباني بهدف لهدف. إذن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهدفين مقابل هدف واحد. متابع دائما مراسيم تسليم الجوائز، كانت الجائزة لنواف طميات على اعتبار أنه كان أحسن لاعب في هذه المباراة، وهنا حكم المباراة الذي قاد هذه المباراة وانتهت بتعادل هدف لهدف. كيف نشتالي كنا خشينا شيء الكثير على الهلال في الشوط الثاني، انتفض أحرز هدف ولكن مر بلحظات حرجة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة. في الشوط الثاني أنا شفت الشوط الثاني من نظرة ثانية. نعم. تحية لكل الدفاع، المفرج الدوخي، بعدين لما نزل ايضا خليل النزهان، في بعض محللين في الملعب اداو كاس للطميات. نعم. قولوا له مبروك ونحيي الطميات، ولكن انا شخصيا نحيي الغامدي، لاعب ممتاز جدا، منقذ الفريق، سجل الهدف، وفي نهاية كاس الكؤوس العربية أيضا في الوقت الإضافي هو اللي كان وراء ضربة الجزاء، ضربة الجزاء. نعم. يساعد كثير الدفاع، يساعد أيضا الهجوم، مفيد جدا. كنت نتكلم كثير عن خميس العويران ودور خميس العويران أمام الدفاع، والآن أصبح الغامدي لاعب ممتاز في وسط الميدان، وأيضا بعض أحيان يساعد فريقه أو ينقذ. نعم. يحمل مفاجأة فوز الهلال. طبعا احنا نقول مستحق نظرا اللي فاز في مباراة الاولى، واليوم تحيه للهلال لانه الخصم كان كبير. نعم. الخصم كان كبير، وصمد الدفاع، وصمد الداعيه، وصمد كل الفريق. انت كنت قد تفاجات في مباراه الذهاب لم يظهر شيميزو بدل كروج الذي يعكس تقدم الكره اليابانيه، واليوم ظهر بوجه حقيقي. اليوم قلناه قبل المباراه، قلنا حذاري من شيموزي لانه ما. نعم. ما قدم مباراه ممتازه في المباراه الاولى، ما لعب على مستواه. اعتقد في مباراه اليوم شاهدنا الفريق شيميزو فريق ممتاز، سلاحه البريسينج مثل الكره اليابانيه، مثل الفرق اليابانيه، مثل المنتخب الياباني، يعني يهاجم بعدد كبير من اللاعبين من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى. اعتقد ما تكلمت قبل المباراه وانت تذكر قبل المباراه تكلمنا مع بعض تاثير شهر الصيام. في البدايه ما عنده تاثير في اليوم الاول الثاني الثالث، ولكن بعد 15 يوم فيه نوع من التاثير الصيام. طبعا لكن ذلك لم يمنع الهلال من الوصول الى التتويج، استطاع في مباراه الذهاب ان يقطع نصف الطريق بالفوز. اذا حي الغامدي في الهدف، حي ايضا اللاعب مانجوت. نعم. رغم صفير الجماهير واحتجاجاته عليه، الصياح الجماهير. نعم. ما عنده شعبيه كبيره، المفروض يشجعوا اكثر، ولكن كان وراه هدف ثمين جدا. نعم. لمسه اللي تبدو بسيطه ولكن فيها كثير من الذكاء ومن الشجاعه. نعم. ولكن في نهايه المباراه كان الهلال قد لعب نوعا ما بالنار، كانت هناك حملات خطيره، ثلاث او اربع حملات. طبيعي خالد. لفائده شيميزو، تعرف انت، وكان هناك سؤال هل الهلال سيعرف كيف يتعامل ويحافظ على النتيجه. عاده هو فريق يذهب الى الهجوم، الكرات اللي تتكلم عنها في اخر المباراه رفعت. نعم. كل سيطره عليها الداعيه، والحمد لله اللي كان في يومه ما سوى. نعم. خطا، سيطر على كل الكرات، وبعض الاحيان خارج 6 امتار، بعض الاحيان توصل بعض الرفعات في نقطه ضربه الجزاء.
إذن دائما نتابع معكم سيداتي وسادتي مراسيم تسليم الجوائز والميداليات على لاعب فريق شيميزو وصيف الكأس الأسيوية الممتازة، كأس السوبر الأسيوية. شيميزو إذن يفقد الامتياز في المباراة النهائية، وصاحب اللقب هو الهلال الذي أعاد الكأس مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية بعد أن كان الاتحاد قد خسر في الموسم الماضي لفائدة فريق ياباني، وكان الهلال قد فاز بهذه الكأس عام 97، أي أنه يسجل اسمه للمرة الثانية في هذه الكأس، إضافة إلى النصر مرة واحدة في هذه البطولة. إذن الهلال كابتن بالمناسبة ضرب عصفورين بحجر واحد، يفوز بالمباراة النهائية ويتأهل إلى كأس العالم. وبالطبع سمعنا آخر الأخبار من الأستاذ عبد الله الدبل عضو الاتحاد المجلس التنفيذي لاتحاد الدولي لكرة القدم على أن بإمكان الفرق المشاركة أن تسجل أسماء اللاعبين الأجانب 5 أيام قبل انطلاق هذه البطولة. على كل حال الهلال ما عنده 5 أيام، عنده 8 أشهر 8 أشهر حتى يكون جاهز. ولكن هل الهلال يحتاج إلى لاعبين؟ يحتاج. لماذا؟ ليصارع على اللقب أو يظهر بوجه مشرف؟ طبعا يسارع وقدم وجه مشرف بالفريق. نعم. هذا يقدم وجه مشرف. نعم. ممكن يسارع إذا يكون ثنائي أفضل من الكاتو واحد ثاني، يكون ثنائي من طراز رفيع، الوسط طيب عبد الله سليمان يعزز الدفاع أيضا. نعم. ممكن الدفاع يصبح يلعب بالثلاث ومجيء عبد الله سليمان أيضا، شريط عبد الله سليمان والمفرج أو خليل. نعم. ممكن، ولكن أعتقد يحتاج راس حربة ولعب وسط هجومي من طراز. نعم. رفيع على 5 أيام معليش. الاتحاد نشاهد الآن سيداتي وسادتي وصول لاعبي الهلال إلى منصة التتويج ويتلقون الميداليات من يدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. سنعود من جديد إلى استاد الملك فهد لنتابع مراسيم تتويج نادي الهلال إلى استاد الملك فهد. معكم سيداتي وسادتي، هذا هو عبد الله شريدة وبالطبع اللاعبون، هذا مانغوت الذي حياه الكابتن الشتالي، وكان من المفروض. نعم. حي بالأخص شجاعته. نعم. يفيد كثير، يقاتل ويرد للدفاع ويساعد زملائه في الدفاع، وأيضا عنده دور. نعم. هجومي. وهذا هو الغامدي الذي تحدث عنه، كان أفيد بشكل كبير لفريق الهلال سواء في نهائي كأس الكؤوس العربية التي فاز بها على مصر حينما اصطاد ضربة الجزاء. نواف طمياط اختير أحسن لاعب، ولكن نواف طمياط في المدة الأخيرة تقريبا منذ كأس آسيا ويعود بقوة ومواكبة لهذه المباريات تحسن أداء نواف طمياط وأصبح في القمة شأنه في ذلك، شأن شبوه ولاعبين دوليين. أصبح لاعب كامل احنا نقوله. نعم. يملك المهارات، يدافع، هو اللي يساوي انطلاقة الضغط والبريسينج على حمل الكرة. نعم. والبقية تتبع، تسديداته ممتازة حتى الآن، ما تعرف يلعب باليسار أو باليمين. نعم. يعني لاعب جاد، ما نقول المفروض يساوي مجهودات حتى يلعب بالرأس، رونالدو ما يلعب بالرأس. وهذه بالطبع شهادة من الكابتن الشتالي، لم يسبق لنا شاهدنا رونالدو يسجل بالرأس، وحتى أن رونالدو غاب تقريبا منذ موسمين لم نشاهده كثيرا، شاهدناه كما يقول الكابتن في تصريحات على أعمدة الصحف وفي على شبكات التلفزيون دون أن نراه على المستطيل الأخضر، واللاعبون الذين يشاهدونهم الآن يكابدون ويكافحون على المستطيل الأخضر، والهلال توج سنة رائعة على اعتبار أنه أحرز لقبا جديدا هذه السنة. أذكركم سيداتي وسادتي بأن الهلال فاز بكأس الزعيم، كأس الملك عبد العزيز الذي أقيمت لأول مرة، والدورة القادمة ستقام بعد 100 سنة من الآن، وفاز أيضا بكأس ولي العهد في المملكة العربية السعودية، بكأس الأمير فيصل التي كانت تسمى سابقا كأس الاتحاد، فاز أيضا بكأس الكؤوس العربية مؤخرا، واليوم يتوج هذا المشوار الجميل بكأس السوبر الأسيوية. وبالطبع وراء هؤلاء اللاعبين إدارة، وراء هؤلاء اللاعبين مدرب تحدث عنه الكابتن شتالي بشكل مسهب، هو المدرب بالاتشي، قناص الألقاب، يعرف كيف يتعامل مع المناسبات الكبرى، يعرف كيف يتعامل مع الأحداث التي تفرض النتيجة قبل أن تفرض الأداء. وفريق الهلال استطاع في مبارتين أن يحسم هذه الكأس لفائدته، وأن يضرب كما أسلفت عصفورين بحجر واحد، أن يصل إلى منصة التتويج في كأس السوبر، وأيضا أن يتأهل لكأس العالم للأندية
التي سيستضيفها نادي ريال مدريد في الصيف القادم. البرازيل الآن لحظة التتويج لحظة التتويج التاريخية. الكأس يسلمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز لقائد فريق الهلال فصل باثنين، وهذه الكأس تنضاف إلى رصيد الهلال من الكؤوس، الرصيد الهائل والذي تختزنه خزانة النادي في الرياض. طبعا الاحتفالات ستستمر في العاصمة السعودية الرياض حتى ساعات متأخرة من هذه الليلة وحتى ساعات الفجر. في هذا اليوم الاحتفالي في منتصف رمضان سيحتفل الهلاليون بهذه الكأس التي يفوزون بها للمرة الثانية في السنوات الأربع الأخيرة. 97 كانت للهلال و98 كانت للنصر، 99 كانت لإيتانا من أو إيواتانا من اليابان، والكأس 2000 كانت للهلال. وهذه صورة تذكارية مع صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز نائب رئيس العام لرعاية الشباب ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم. وبالطبع حديث له شجون، واليوم كبير والاحتفال كبير، والهلال انتزع اللقب في هذه الكأس، كأس السوبر الأسيوية، وأعادها مرة أخرى إلى السعودية. الآن نتحول إلى موقع الحدث، والاحتفالات قائمة في المدرجات، ونلاقي هذه المرة الزميل حسين الشمري. حسين إليك. شكرا للزملاء في الاستوديو، وكما ترون أننا في زحمة، ويسرنا أن نلتقي بعد هذا الفوز الكبير باللاعب الكاتو الذي أحرز هدفي المباراة الماضية. الكاتو congratulations. How was the match? You played very good in Japan, but today Al-Hilal did not perform as well. What happened? Thank you very much. Well, I think I have bad luck today in the first half because I missed two goals. But alhamdulillah, Omar make a beautiful goal and we have this important cup for us and for Al-Hilal and Saudi Arabia. Congratulations. Thank you very much again. سألت الكاتو عن ماذا لماذا لم يلعب اليوم كما لعب في المباراة الماضية. قال بأنني لم أكن محظوظا وأضعت فرصتين، ولكن عوضها عمر الغامدي بالشوط الثاني عندما أحرز الهدف. الكاتو now you have satisfied yourself along Al-Hilal. Are you going to continue with Al-Hilal? Yes, I'm very happy. I hope take more cups inshallah. And in the next year in the World Cup of Clubs, we have to make that a best work for us. Good luck, thank you. Thank you very much. Bye-bye. أما عن ماذا سيرغب في المستقبل، قال أريد أن أكون مع الهلال على طول، ونرغب بأن نكون هناك بطولات أخرى معي نجم حراسة آسيا محمد دعية. محمد ألف مبروك. الله يبارك فيك. محمد، لم يؤدي الهلال كما أدى في المباراة الماضية، ما الذي حدث وما هو السبب برأيك؟ أول شيء إحساس الحساسية في المباراة، أعتقد المباراة هذه تهمنا كثير وداخلين بأعصاب مشدودة شوي، وطبعا يوم جاء الهدف أعتقد أنه يعني زاد يعني هبطنا نفسيا صراحة داخل المباراة. لكن الحمد لله يعني الشوط الثاني وبين الشوطين كلمنا المدرب أنه ما في يأس، وطبعا خوف أنه بأي لحظة يسجل اليابانيين هدف الثاني، لكن الحمد لله يعني قدرنا نرجع للمباراة وقدرنا نجيب هدف التعادل. بعد الهدف أعتقد ملكنا المباراة، ممكن تسجيل هدف ثاني، لكن ما الله أراد والحمد لله على هذا الفوز. ألف مبروك. الله يبارك فيك. كان معنا محمد الدعية، وكما ترون فرحة الهلال والفرحة الهلالية لا نستطيع معها فعل أي شيء، ولكن سنكمل اللقاءات معي الزميل محمد السقة، وسيلتقي مع اللاعب عبد الله سليمان. محمد تفضل. عبد الله سليمان، اللاعب الذي انتقل حديثا الى فريق الهلال. عبد الله، الف مبروك البطوله وانتقالك للهلال. وجهك حلو على الهلال ولا الهلال وجه حلو عليك؟ البطولات ستعرفها كثيرا الان مع الهلال. طبعا الاهلي قلعه الكؤوس، ولكن الاهلي مر بفتره سنين عجاف. انطباعك بعدما انتقلت الى الهلال وتذوقت طعم البطوله والميداليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه نقول الحمد لله على هذا الانتصار وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا انتقالي كان للهلال نقله بالنسبه لي حياتي الرياضيه، وطبعا الهلال حقق البطوله هذه ومو قريب على تحقيق البطولات على نادي الهلال. لكن اقول الحمد لله انها كانت فتحه خير بالنسبه لي، زي ما يقولوا يعني كان وجه حلو على نادي الهلال وحقق هذه البطوله، وان شاء الله تكون هذه بدايه لمزيد من البطولات ان شاء الله الكره السعوديه والكره ونادي الهلال. عبد الله، انت لاعب منتخب كبير بلا شك، ماذا تطمح ان تحقق مع نادي الهلال بعد ما انتقلت اليه الان؟ والله طبعا كل لاعب يتمنى ان يحقق انجازات شخصيه له. انا الحمد لله انجازاتي كانت كثيره بالنسبه لي، وصلت للمنتخب ومنتخب كاس العالم وانا مع نادي السابق النادي الاهلي الذي اتمنى له كل التوفيق.
طبعا الان في نادي الهلال طبعا مشاركات تختلف عن مشاركات النادي الاهلي، واتمنى برضه التوفيق لي ان شاء الله، واستطيع ان احقق معاهم مزيد من البطولات ان شاء الله. عبد الله، ماذا تقول لزملائك وللنادي الاهلي الذي ولدت وتربيت وترعرعت فيه ونشات فيه وقدمك الى عالم الكره السعوديه والخليجيه والاسيويه والعالميه؟ والله طبعا بالنادي الاهلي طبعا انا بديت كلاعب من البراعم في النادي الاهلي وترعرعت فيه، من الصعب على الإنسان يعني إنه ينسى الأيام الحلوة الجميلة اللي قضاها في النادي الأهلي. أتمنى لهم طبعاً، أتمنى لأصدقائي هناك التوفيق، وإن شاء الله إن ربنا يوفقهم ويستطيعوا إنه يحققوا الشيء اللي هم يصبون له إن شاء الله. تمنياتنا لك بالتوفيق مع ناديك الجديد، وهذا أول لقاء طبعاً لك عبر محطة فضائية بعدما انتقلت إلى الهلال. الحمد لله طبعا على كل حال، وهذه بدايه الخير ان شاء الله. تمنياتنا لك بالتوفيق. الله يسلمك، شكرا لك. عبد الله سليمان، وكما وكعادتها اوربت اي اس بي ان القناه الرياضيه تحقق السبت وتلتقي مع عبد الله سليمان الامير سعود بن تركي رئيس نادي الهلال، الذي ايضا سبق ان تقينا معه كاول محطه فضائيه. سمو الامير الف مبروك، والزميل حسين. شكرا، ونبارك لكم سمو الامير هذا الفوز الكبير وكاس السوبر الاسيوي، اكبر كاس في اكبر قارات العالم. سمو الامير، اليوم لم نشاهد الهلال كما شاهدناه في المباراه الماضيه، ما هو السبب برايك؟ انا في الحقيقه ما كنت اتمنى اشاهد الهلال قد ما كنت اتمنى اشاهد الكاس، واحنا رافعينها اللهم لك الحمد حقق ما نتمناه، اسعدنا جماهيرنا سواء الهلاليه او السعوديه او العربيه قاطبه، اللهم لك الحمد رفعنا الكاس، وهذا كان شيء بيكون بفضل الله ثم بفضل هالجمهور واعضاء الشرف، اللهم لك الحمد، كاس السعوديه وستظل السعوديه باذن الله. سمو الامير، هل ستتكرر الفرحات الهلاليه ان شاء الله؟ اعد الجماهير الهلاليه اذا وقفت بجانبنا مثل ما وقفت اليوم ستتكرر مره وثنتين وثلاثه باذن الله. الان وسموكم والهلال يشارك في بطوله العالم للانديه، ماذا تتوقع لهذه البطوله سمو الامير؟ اتوقع باذن الله، باذن الله انها بتكون فاتحه خير علينا، الهلال بطبيعته فريق عالمي. تمت له الفرصة الآن مع مقارعة قرناء من الأندية العالمية، وإن شاء الله بيثبت وجوده إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق سمو. شكرا شكرا إن شاء الله. كما تشاهدون لا ندري أين نذهب من المشاهدين ومن المتابعين للهلال وفرحتهم بهذه الليلة، ولكن أعتقد محمد معك ضيف، الزميل محمد السقا ينتظر ضيف لو سمحت. طبعا المعاقين حولنا والميكروفون لا نستطيع حتى سحبه. شكرا محمد، تفضل. شكرا زين. نواف التميات احسن لاعب في المباراه. نواف شكرا لك، رجعت من اخر ملعب عشان نسوي هاللقاء معنا، الف مبروك هذا الفوز الكبير، شعورك انطباعك؟ نواف يتميز دائما بتصريحات مميزه لها علاقه مباشره بالمباراه وارتباط مباشر بالجماهير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الف مبروك لجميع السعوديين هذا التاهل لكاس العالم، بارك الخادم الحرمين الشريفين ولي عهد الامين سمو النائب الثاني الامير سلطان بن فهد والامير نواف بن فيصل، وهذه ابسط هديه للنادي يعني من ابناء نادي الهلال الى وطنهم الغالي تمثيلك. هذه هديه يعني، هذا الفوز ما هو فوز اللاعبين الحاليين ال 11 لاعب، فوز مبارك الناصر، فوز سلطان مناحي، فوز صالح النعيمي، فوز فهد مصبيح، فوز يوسف ثنيان، سامي الجابر، جميع الاجيال الهلاليه اللي احنا في بعض اللاعبين ما لحقنا عليهم كنا نسمع عنهم، واتذكر في اللحظه هذه يعني امام عيني اللي في خيالي الان سمو الامير عبد الله بن سعد رحمه الله عليه، كنا نتمنى ان يعيش معنا هذه اللحظه. وهذه هديه بسيطه لسمو الامير عبد الله بن سعد رحمه الله عليه. بذكرات طيبه. بذكرات طيبه رحمه الله عليه، هو اللي يعني كان له وقفات، كان يعني له عمل مع رؤساء اللي جو بعده رحمه الله عليه، ونتيجه العمل هذا ميزه نادي الهلال انه في ناس مخلصين يعملون بصمت ويعملون ويعملون. والحمد لله اللاعبين هذه النتائج اللهم كان. نواف الشوط الاول ارهقتم اعصاب الناس، تجمدت الدماء في عروقنا، توقعنا ان تفلت المباراه من يد الهلال. والله نوعا ما، لكن نوعا ما كنا متراخين، كان في يعني نمتص حماس الفريق الياباني، كان لنا فرص ايضا ما توفقنا فيها، انا لي فرصه، كاتو له فرصه، ما توفقنا في الشوط الاول. الاهم هو تاهلنا باي مستوى، الاهم هو تاهلنا، اعتقد انه المستوى اديناه في مباراه الذهاب. مباراة اليوم أدينا مستوى كبير في الشوط الثاني، الشوط الأول ما كنا موجودين. نواف هل تعتقد، ألف مبروك طبعاً بلا شك، نواف بنظرة فنية دقيقة من لاعب يلعب داخل الميدان، هل تعتقد أن الوقت حان الآن لتقييم مستوى المدرب بلاتشي؟ بلاتشي يكفي تحقيق البطولات. يعني ولكن الآن ثلاث بطولات أحرزها بفترة وجيزة. هناك من يقول بأنه يحقق البطولات ولكن الفريق لا يقدم مستويات مطلوبة بغض النظر عن الشوط الأول في مباراة الذهاب في اليابان. أعتقد أنه مدرب يلعب حسب إمكانيات اللاعبين الموجودين،
ومدرب ذكي، المدرب اللي يلعب حسب امكانيات اللاعب المدير مدرب ذكي. القادم احلى ان شاء الله. امنياتي لكم بالتوفيق. الف مبروك نواف. الله يسلمك. نواف التمياط وها هو ذهب الى محبيه، واتمنى من المصور ان يصور نواف الهجوم مؤيد وهذا. وحصلنا على مباركة. عودة للزميل خالد ياسين قبل ان يحدث ما لا يحمد عقبه. شكرا. شكرا لزميلينا حسين الشمري ومحمد سقا. حتى زميلينا سقا والشمري لم ينجيا من التهنئه من قبل انصار فريق الهلال الذي توج اليوم بطلا لكاس السوبر الاسيويه. ستكون لنا بالطبع فرصه للحديث اكثر عن هذه المباراه وعن هذا التتويج لنادي الهلال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. لا زالوا في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وبالطبع نشوة الفوز لا تضاهيها أي نشوة، والسحور هذه الليلة سيكون طعمه مختلفا على اعتبار أن الهلال توج بطلا في كأس السوبر الأسيوية، وتأهل بالمناسبة إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الصيف القادم في مدريد باستضافة نادي ريال مدريد. الهلال تعادل في مباراة العودة بهدف لهدف، وبالطبع كانت أمامه ثلاث خيارات. حصل على خيار واحد، خيار التعادل، كان بإمكانه أن يظل منهزما بهدف مقابل لا شيء، ولكن الخطر كان قائما، كما كان بإمكانه أن يفوز ليطمئن أنصاره. ولكن على أي حال النتيجة النهائية هي وصول الهلال إلى قمة الكرة الأسيوية من خلال الفوز بكأس السوبر. فاز بكأس الأبطال وفاز بكأس السوبر التي قابل فيها الفائز بكأس الكؤوس. طبعا سنشاهد الآن لقطات المباراة ونبدأ بهدف فريق شيميزو في الشوط الأول، وبعد ذلك سنشاهد لقطات الشوط الثاني. نقف عند أهم محطات هذه المباراة بسرعة عامة. كما نشاهد هذا هو الهدف الذي شاهدناه في الشوط الأول، ستكون فرصة للحديث عنه بشكل مسهب، وبعد ذلك سنشاهد اللقطات الخاصة بالشوط الثاني ومحاولات الهلال الوصول إلى المرمى ونجاحه بالتالي في الوصول إلى هدف التعادل بواسطة عمر الغامدي، ولكن كان الخطر محدقا بفريق الهلال مع بداية الجولة الثانية. كادت أن تشكل خطورة على مرمى الخطأ كان من المدافع، أعتقد كان المفرج المفروض بيهاجم الكرة. نعم، محاولة هلال لتعديل الكفة، ومانغوت هيئ الكرة بالرأس، والغامدي. وتلاحظ مكان الغامدي، بالأخص مكان الغامدي، المفروض في حالة مثل هذه يكون وراء أمام الدفاع وفي وسط الملعب، ولكن ربما أن الكرة كانت كرة ثابتة، كانت على كل، كانت له جرأة ليسعى للهجوم وبادر وكان سباق لهنا. شاهدنا هدف التعادل، بالطبع هذا الهدف ألهب حماس الجماهير الهلالية، هدف لهدف، وكانت فرص أخرى هنا حالة تسلل. سنشاهد ما إذا ستكون فرصة لمشاهدة هل كان هناك في حالة تسلل أم لا. يبدو أنه كان متقدم من هذه الزاوية، ولكن نتمنى مشاهدتك من خلال نظام الإعادة الافتراضية. الشلهوب كان أيضا قريبا من إحراز الرجل اليمنى الهدف الثاني، لكن بعد ذلك ستأتي بعض الحملات الخطيرة جدا، هذه إحداها. هذا المجهود الممتاز اللي سواه اللاعب الدوخي. الدوخي العودة، نعم. هنا اعتقدنا من الكرة دخلت المرمى، ولكن هذا اللاعب نفس الشيء، اختار رجله بدل راسه. مثل ما فعل الجاتو في الشوط الأول. في الشوط الأول. نعم. هذا قائد فريق. نعم. لماذا يمكن نفسر إهدار مثل هذه الفرص؟ هل للضغط الذي كان ممارس على لاعبي فريق شيميزو أو التسرع؟ التسرع بوجود الخصم أمامه أو قربه. نعم. ما الكرة ما أتت إليه هو في وضعية مثالية. نعم. لا، فما خصم أمامه. وكرة مثل هذه ما هو ذكيته، المفروض برجله اليسرى، داخل رجله اليسرى، ولكن هو نعم. داخل رجله اليمنى وضعها لبرا. كان شاهدنا الهلال اليوم توج بطلا، ولكن لم يقدم المباراة التي كان من المفروض أن يقدم مقارنة مع مباراة الذهاب. أنت تحدثت عن ذكاء المدرب، عن ذكاء اللاعبين، عن طريقة التعامل الجيدة في مباراة الذهاب، عن الدفاع المتقدم، عن منطقة افتكاك الكرة عند الخصم وليس الانتظار. خالد، أنا تعرفني واقعي،
ما تقدر تطلب من الفريق في حالات مثل هذه وظروف مثل هذه النتيجة والأداء صعب. نعم. جدا صعب جدا. إذن اليوم اكتفى الهلال بالنتيجة، قدم مباراة معقولة في اليابان بالأخص في الشوط الأول، فاز في اليابان. تكلمت عن ظروف هذه المباراة في شهر رمضان المبارك. نعم. ونعرف تأثير الصيام وتأثير ما نقول السهر للكل، ولكن البعض ممكن بعض الأحيان مواعيد الأكل تختلف نوعا. وضد فريق اللي هو متحمس، هو اللي خسر المباراة الأولى، هو اللي متجند، هو اللي ركز وجهز نفسه للمباراة واستعمل ضغط مستمر في الشوط الأول على كل حامل الكرة. يعني ما نقدر نطلب الكثير. نعم. المفروض الواحد يشجع الفريق، ونعرف اللي معظم اللاعبين ما عرفوا الراحة، وذكرتها وتكلمت. نعم. كم مرة من السنة الفارطة نذكروا اللي 5 أو 6 لاعبين الهلال من السنة الفارطة من شهر 5 أو 6 ما عرفوا الراحة. نعم. تقريبا منذ كأس ولي العهد مع المنتخب بالمباريات الرسمية. نعم. وأيضا المباريات الودية مطلوب من لاعب الهلالي أن يبرز، أو لاعب المنتخب أن يبرز ويفوز، وبعدين التحضيرات القريبة قبل كاساسة، وبعدين كاساسة، وبعدين كاس العرب، وبعدين المباراة هذه. واحد يحيي، وطبيعي جدا أن الشريط يتعرض للتمزق طبيعي. نعم. كثرة المباريات وقبل الإرهاق هذا طبيعي. أنا قلت لك لما شفت اللقطة نعرف تمزق في العضلة. نعم. وبعدين هذه 3 أسابيع راحة ما أقلش وما أكثرش. إذن الآن على الهلال، أن لاعبي الهلال أن يرتاحوا ويستمتعوا كثيرا بهذا التتويج للمستقبل الشاب والمستقبل الكرة السعودية. نعم. إذا شاهدوا الطميات في كل مباراة، إذا شاهدوا الشلهوب الدوخي في كل مباراة، يتعرضوا للإرهاق للتمزق. نعم. إذن نخشى على اللاعبين من الإرهاق كما حدث في فترة من فترات المنتخب السعودي، كان في وتيرة تصاعدية وبعد ذلك نزل مستواه واحتاج اللاعبون إلى فترة راحة. كان هناك أيضا، نتذكر فؤاد أنور كان قد بادر وكان قد حيا ما قلته بأن الفريق يحتاج إلى فترة راحة. الآن مطالبة فترة راحة لهؤلاء اللاعبين، لاعبين اللازو اللي فازوا. نعم. بالثنائي الفارطة وصاروا على كأس الأبطال، الآن تعرضوا لعدة مشاكل إصابات اللازو. إذن المطلوب الآن هو أن يستمتع لاعب الهلال بهذا القسم الراحة، ويستمتع بالفوز بالكأس، وأن يفكروا في المباريات القادمة على مهل، على اعتبار أن الدوري مستمرا في المملكة العربية السعودية، كأس الملك فهد، وأيضا هناك كأس العالم للنوادي التي ستقام في الصيف القادم. وبالطبع كما تفضل كابتن الشتالي أمام الهلال أكثر من 6 شهور أو 7 شهور للتحضير لهذه الكأس. الآن سيداتي وسادتي سنتوقف وقف عند فصل إعلاني، سنعود في عقبه لملاقاتكم واستكمال هذه التغطية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد معنا سيداتي وسادتي. الهلال توج بطلا لكأس السوبر الأسيوية بعد تعادله هذا المساء في الرياض بهدف لهدف، وكان في مباراة الذهاب قد فاز في اليابان بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا تأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية التي ستقام الصيف القادم في مدريد باستضافة ريال مدريد. أوربت دائما في الموعد، أول من يأتي إلى الملعب وآخر من يغادر الملعب، ونتحول إلى استاد الملك فهد ونلاقي الزميل حسين الشمري. حسين إليك. بس نزلوا نفسكم شوي. انزل شوي، انزل 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 انزل. صورة جماعية فاميلي بيكتشر. شكرا للزملاء في الاستديو، وكما تشاهدون جماهير الهلال هنا وجماهير أوربت وجماهير أوربت ربما. ماذا تقولون للهلال؟ المبروك. طيب واخر واخر يا شباب، ما زالت تغطية مستمرة يا شباب، احنا على الهواء، اجلسوا. طبعا لا نستطيع ان نفعل اي شيء امام هذا الزخم الجماهيري الذي دخل الى ارض الملعب ليساند فرحة نادي الهلال السعودي والذي فاز بالبطولة الآسيوية كأكبر بطولة. اما الان معكم ومع الجماهير الهلال نقول شكرا على هذه التغطية، والى اللقاء. الزميل حسين الشمري، وبالطبع كان معه الزميل محمد السقا، ولكن اختفى على اعتبار ان كان هناك جماهير هلالية كبيرة تحتفي بهذا التتويج لفريق الهلال في هذه الكأس، كأس السوبر الآسيوية. طب هدف لهدف، كان الشوط الاول قد عرف هدفا لفريق شيميزو، سنشاهد الهدف من جديد وساطلب من الكابتن شتالي ان يعقب عليه وان يحلله من الجوانب الفنية. سنتابع الهدف، عملية جماعية
أنت كابتن قبل بداية المباراة أذكر أنك ركزت على الهدف الذي سجله شيميزو في مباراة الذهاب وطلبت التركيز. هنا افتقد لاعب الهلال إلى التركيز. لا ما أعتقد فاجأهم اللاعب اللي مرر خارج رجل اليمنى. كانوا يتوقعوا برجل اليسرى فيه ممكن ثانية أو اثنين، ولكن فاجأهم التمريرة كانت ممتازة مقوسة يعني ما هي رايحة نحو المرمى. وتفاجأ أيضا الدعية. نعم. كانت نوعا ما قريبة، كان من 4-5 أمتار وتسديدة بالرأس. ولكن كانت عملية مبنية. سنشاهدها من جديد، سأطلب من المخرج الزميل استفان متر استفان اللي يعطينا هذه اللقطة من جديد. سنشاهد بأنها كانت عملية هجومية وكان بناء العملية بشكل جيد، وكان كانت نهاية طبيعية لتلك العملية رغم أن كان هناك بعض الثغرات في دفاع فريق الهلال. سنشاهد العملية من جديد من البداية إذا أمكن. ما كان بعيد النسان، كان قريب النسان، ولكن ممكن. ولكن اللاعب الذي جاء كان مع اللاعب الشلهوب، جاي من بعد، ما كان يتوقع. نعم. المدافعين او اللاعب حتى الشلهوب ما كان يتوقع. كان يتوقع. نعم. ممكن الداعية يخطف كره مثل هذه. نعم. يتحصل عليها او يبعدها في الركنيه. نعم. انت اشد باداء الداعية في هذه المباراه، ولكن كثيرا ما اذكر في مباراه الدوري الاسباني، مباريات ايضا نوادينا العربيه، تقول الحارس اذا كان يريد ان يبعد الكره يبعدها على الاطراف. طبعاً. كان بإمكان الدعية اليوم أن يبعدها على الطرف؟ لا، الوقت ما هو كافي. اللاعب كان قريب ليه، التسديدة كانت قوية، ممكن يتحصل عليها. نعم. كرة مثل هذه إذا تأتي أكثر من كرة يتحصل عليهم، ولكن. نعم. كان قريب، التسديدة كانت قوية، ما أعتقدش عنده مسؤولية. ما أعتقدش. نعم. الاتحال فريق الهلال أدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة عمر الغامدي، وكان مجهود لمانغوت الذي أشاد به الكابتن شتاري. سنشاهد اللقطة أو سنشاهد اللقطة التي حملت الهدف. عملية 1-2. هذا الصراع على الكرة من مانغوت، كانت تقريبا كرة ميتة، كان اللاعب شيميزو هو الأقرب. دوره ما كان سهل، أدى اللي عليه. وتلاحظ من الشوط الأول، دائما عليه أكثر من لاعب، اثنين ثلاثة بعض الأحيان. أعتقد قام بواجبه، شارك في انتصارات نادي الهلال. وإذا تريد لاعب، وإذا الجمهور الهلالي يريد لاعب أفضل من مانغوت، عليه ما يدفع من 3 ملايين دولار، 4 ملايين دولار. نعم. بالسعر هذا، هذا هو اللاعب المنقوط، وقام بواجبه مع النادي، تحصل على اكثر من لقب. نعم. وحظي بثقه المدرب. نعم. هذا هم اللاعبين بالاسعار اللي تاتي للعالم العربي، اذا تاتي من طراز كبير من فوق من 4 ملايين دولار اللاعب. اذا سيكون فرصه الحديث عن كاس العالم وعن اللاعبين الذين يمكن للهلال ان يستعين بهم، وباي سعر ممكن ان يستعين بهؤلاء اللاعبين. الاتحاد هناك لاعبين اذا كان الهلال يرغب في لاعبين كبار يجب ان يدفع اكثر مما يدفع حاليا للاعبين الاجانب المتواجدين في المملكه العربيه السعوديه. سنشاهد الان حاله تسلل في الشوط الأول بنظام الإعادة الافتراضية اللي كانت لنادي شيميزو الياباني. سنتابع اللقطة، والحكم أعلن عن تسلل. نشاهد طبعا من سندخل اللقطة في الكمبيوتر أو في الحاسوب. سنشاهد ما إذا كان اللاعب الياباني متسللا، لم يكن في حالة تسلل، كان متداخلا، وكان اللاعب السعودي يوجد متقدما ب 21 سنتيمتر. طبعا كنا نتمنى نشاهد أيضا اللقطة التي احتسب فيها اللاعب الكاتو في وضعية تسلل، ولكن الوقت أدركنا حتى نتمكن من إدخال الصورة في الحاسوب وفي الكمبيوتر، ونشاهد ما إذا كان اللاعب الكولومبي ريكاردو المعروف والملقب بالكاتو في حالة تسلل أم لا. الاتحال أمامنا فرصة للحديث عن زاوية الإحصائيات، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. السوبر الآسيوية زاوية الإحصائيات، وبالطبع تشاهدون كانت محاولة تسديد متكافئة من كلا الفريقين، والأرقام الأخرى واضحة أمامكم مع بطاقة صفراء واحدة في المباراة ضد لاعب من الهلال السعودي. أهلا بكم من جديد معنا سيداتي وسادتي. الهلال إذن يلعب وسيلعب في الصيف القادم بطولة العالم للنوادي. هل الحل قد يكون بالنسبة للهلال لاعبين من العالم العربي؟ لا، كأس العالم للنوادي تحتاج لاعبين أكثر، تحتاج لاعبين من طراز أعلى مثل
يحتاج لاعب اصغر في السن، اصغر في السن وله مهارات وله مستوى. ولكن نعرف اذا كنت تريد ان تبحث عن النجوم، عن لاعبين يفوق مستواهم ما شاهدناه لحد الان، يجب ان تدفع اموال، اموال باهظه في لفتره معينه تقدر اقتراض لفتره معينه. اعتقد على الاتحاد من الصعب الفوز بهذه الكاس، على اعتبار هناك فرق تجندت لذلك، والريال مدريد الذي استضافها يريد ان يفوز بها على ارضيه ميدانه وامام جماهيره. شكرا سيداتي وسادتي على المتابعه، شكرا كابتن، شكرا. تصبح على الف خير وسحور شهي، والى اللقاء في فرصه قادمه بحول الله.